مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض وجبه بالطونه كتير كتير طيبه مغذيه وسهله وسريعه، ما بتاخد وقت معنا بالتحضير. انا شو رح اعمل؟ رح استعمل علبتين طونه. عنا علبتين، نبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي بدي صفي الطونه من المي. بس صفيت المي من الطونه عندي هون بالجات فليفلة حلوة مقطعة بهيدا الشكل، خيار، ذرة، خس، جزر. بحط الطونة فوقن. كمان عنا هوني معكرونة سلقتها، أكيد كلنا بنعرف نسلق المعكرونة. سرعت لكم الفيديو، أنا سلقتها عشان ما أطول عليكم. منحط المعكروني فوق الطونة، قصم منها بهيدا الشكل. بحط ملعقتين طعام حامض، عصير الحامض، رشة ملح، كمان بهار أسود، مايونيز، وبخلطهم منيح مع بعض. وجبة عن جد كتير كتير روعة، بالأخص للولاد كتير بحبوها. يعني أنا ولادي كتير بحبوها لهيدي الوجبة، وبنفس الوقت مغذية. إذا بتحبوا هيدي الوجبة بتتقدم مع عصير ليمون وشيبسي. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم من الطونة، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.